الشعب اللي بعد ما كانت احتفالات رسميه وين يعزى الشعب في ولاية من الوطن. اولا للاحتفال والترحم على ذكرى شهداء 8 ماي 1945 لفترات طويلة النظام الشمولي هو الذي كان ينظم هذا النوع من الاحتفالات. الشعب يقوم باسترداد تاريخه وأمجاده وشهدائه. على هذه عندما تجي 48 ولاية للترحم على شهداء 8 ماي أنا نقول بلي هذا شيء كبير، هذه خطوة. ثانيا حضرنا إلى جانب الترحم على شهداء 8 ماي حضرنا للمشاركة في هذه المسيرة للناس في مدينة خراطة، نشكرهم على حفاوة الاستقبال ونعبر كم أنا سعيد وكل زملاء اللي جاءوا معي عن سعادتهم لما لقينا 48 ولاية متواجدة وبصوت واحد ينادون بدولة مدنية مش عسكرية، ينادون من أجل الديمقراطية جزائر حرة مستقلة. هذه الشعارات وبأننا لا نريد الذهاب إلى انتخابات ينظمها النظام، لأنه من خلال هذه الانتخابات يريد إعادة رسكلة نفسه. على هذه يرفضون ورقة طريق النظام، يستمرون في نضالهم وفي نفس الوقت يتعهدون بالبقاء سلميا ثابتين ومتحدين. يجب أن نبقى متحدين، يجب أن نبقى ثابتين، يجب أن نبقى صابرين، ما لازمش نتعبوا. أنا شباب، أنا في السن هذا لما ألقى الشباب يقولوا لي إلى متى؟ إلى أن تتحرر الجزائر إن شاء الله. بارك الله فيكم. استقلال.